السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محاضرة جديدة من أساسيات الإدارة. اتكلمنا مع بعض قبل كده في المحاضرة دي، وتناولنا مع بعض بالشرح وبالمناقشة طبيعة الإدارة وخصائصها، وتناولنا في المحاضرة دي مفهوم الإدارة، خصائص الإدارة، أهمية الإدارة، وهل الإدارة علم أم فن، وخصائص المدير. كان هناك اختلاف كبير بين علماء الإدارة في وضع مفهوم للإدارة، وفي هذا المجال انقسمت الآراء إلى قسمين. القسم الأول عرف الإدارة بناء عن تحليل العمل الإداري اللي بيقوم به المدير إلى وظائف ومهام محددة، وبنوا على ذلك تعريفه. أما القسم الثاني قام أصحابه بالتركيز على طبيعة الإدارة، وبنوا على ذلك أيضا تعريفات. من ضمن التعريفات اللي ركزت على وظائف الإدارة كان تعريف تايلور، اللي عرف الإدارة بأنها المعرفة الصحيحة لما يراد أن يقوم الأفراد به، ثم التأكد من أنهم يفعلون ذلك بأحسن طريقة وأرخص التكاليف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أضع مجموعة من الأهداف وأعلم المرؤوسين والموظفين بهذه الأهداف، وأقول لهم إزاي يحققوا هذه الأهداف، مش بس كده، وكمان أتابع تحقيق هذه الأهداف بأحسن طريقة وبأقل التكاليف. وبنلاحظ إن التعريف ده ركز على عملية الإعداد والتخطيط وتحديد الأهداف، ثم التوجيه والرقابة. كما وضح التعريف نقطتين، الأولى إن الأعمال بتتم عبر الآخرين، وده اللي احنا قلناه، إن المدير لا يستطيع تحقيق الأهداف بمفرده، وإنما يحقق الأهداف من خلال الآخرين. النقطة الثانية إن الكفاءة في أداء هذه الأعمال طبعا ضرورية جدا، وعبر عن معيار الكفاءة بأحسن طريقة للأداء وأقل التكاليف. استكمالا لآراء تايلور، قدم هنري فايل تعريف، وقال إن الإدارة هي أن تدير أو تتنبأ وتخطط وتنظم وتصدر الأوامر وتنسق وتراقب. يعني هو هنا حدد لنا وظائف الإدارة بس بشكل مختلف، وقال هذه هي الوظائف الإدارية المتعارف عليه. فعلا احنا عارفين ان الوظائف الإدارية ما هي إلا عبارة عن التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقاب. أضع أهداف، أعلم الموظفين بيها طريقة تنفيذها، وأتابع التنفيذ، والتنفيذ ده يكون بكفاءة. كمان من بعض التعريفات إن القوة المفكرة، إن الإدارة هي القوة المفكرة التي تحلل وتصف وتخطط وتحفز وتقيم وتراقب الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية اللازمة لتحقيق هدف محدد معروف. من الواضح جدا إن كل التعريفات في هذه المجموعة الأولى ركزت على الوظائف الإدارية مع اختلاف التعريفات. أما بالنسبة للقسم الثاني اللي ركز على طبيعة الإدارة، فعرف الإدارة على إنها الوصول للهدف بأحسن الوسائل وبالتكاليف الملائمة وفي الوقت المناسب. كمان عرف إن هي عملية تعظيم للمساهمات البشرية والمادية والمالية لتحقيق أهداف المنظمة. برضو من ضمن التعريفات إن هي عملية تنفيذ الأعمال عن طريق مجهودات الأشخاص الآخرين، وهذا يتضمن نشاطين أساسيين، التخطيط والرقابة. من كل التعريفات السابقة دي ممكن صياغة تعريف شامل للإدارة بأنها عملية تحقيق الأهداف المحددة باستغلال الموارد المتاحة وفق منهج محدد وضمن بيئة معينة. التعريف ده شامل زي ما قلت، وينفع للجميع سواء فرد أو منظم، وبيحتوي على مجموعة من العناصر، منها الأهداف. طبعا مفيش إدارة بدون أهداف، يعني لما نقول إدارة يبقى أكيد في مجموعة من الأهداف بتسعى لها الإدارة وبتسعى إلى تحقيقها من خلال مجموعة من الموظفين أو العاملين أو المرؤوسين. كمان لابد من وجود موارد،
وبتشمل الموارد كل من الموارد البشرية والطبيعية ورأس المال، وحتى تتمكن الإدارة من تحقيق أهدافها، فطبعا لابد من توافر هذه الموارد اللي بتشكل الموارد البيئة الداخلية للمنشأة واللي بتمكن المدير من تحقيق هذه الأهداف. كمان من ضمن العناصر اللي بتحتويها تعريف الإدارة المنهج، وبيشمل استخدام كافة الوظائف الإدارية اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير، من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخاذ قرار. طيب النقطة المهمة جدا إن المنظمة دي زيها زي الكائن الحي بالظبط، زي الإنسان، هي كائن معنوي لا يستطيع أن يعيش بمفرده، بمعنى إن المنظمة يمكن أن يطلق عليها نظاما مفتوح. يعني إيه نظام مفتوح؟ يعني لا يمكن أن تعيش بمفردها، فهي جزء من البيئة المحيطة، تؤثر في البيئة وتتأثر بهذه البيئة، وبالتالي هناك تفاعل ما بين المنظمة والبيئة، وإن البيئة بتعتبر من ضمن الحدود أو العوائق التي قد تحد من تحقيق أهداف المنظمة. إجمالا من كل التعريفات السابقة دي، ممكن نطلع بتعريف بسيط، وإن الإدارة دي عبارة عن وظيفة تنفيذ الأعمال عن طريق الآخرين، طبعا باستخدام الوظائف الإدارية المعروفة اللي هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرار، وذلك من أجل تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية، مع مراعاة طبعا المؤثرات الداخلية والخارجية. من كل هذه التعريفات يتضح أنه هناك بعض عناصر أساسية للإدارة. واحد، الأفراد المعنيون بوظيفة الإدارة. مين اللي هيقوم بوظيفة الإدارة؟ مين اللي هيطبق الوظائف الإدارية؟ هم أفراد لابد أن يتميزوا ببعض المعارف والمهارات التي تمكنهم من أداء هذه الوظائف على الوجه المطلوب. كمان إن الإدارة بتقتضي وجود مجموعة من الناس. يعني أنا هكون مدير، هكون مدير على مين؟ مين اللي هيساعدني في تحقيق الهدف؟ لازم هناك مرؤوسين يتم من خلالهم تنفيذ الأعمال، فيبقى لازم يكون في ناس مؤهلة إن هي تقوم بأعمال الإدارة، هم المديرون أو المديرين. اتنين، لازم في مجموعة من الأفراد اللي هم اللي هيساعدوا المديرين دول وهم المرؤوسين. من هذه التعريفات يمكن أن نستخلص مجموعة من الخصائص التي تختص بها الإدارة، ومنها إن النشاط الإداري هو نشاط متميز بيختلف عن أي نشاط آخر. طبعا لأن النشاط الإداري بيتطلب زي ما قلنا مهارات ومعارف معينة، بيتطلب ذكاء وخبرة، بيتطلب سرعة بديهة وتفكير وعمق في التفكير لتحليل كل المواقف والاستفادة منها الاستفادة المثلى. كمان إن النشاط الإداري بينصب إجمالا وتفصيلا على النشاطات الجماعية لا الفردية. يعني إيه؟ زي ما قلت من شوية، إن المدير لا يستطيع أبداً مهما كانت قدراته أن يحقق الهدف بمفرده، وإنما يحقق الهدف من خلال مجموعة من المرؤوسين أو العاملين معهم، اللي هما بيعتبروا وسائل مساعدة ليه لتحقيق الهدف. إن العناصر الرئيسية للعملية الإدارية علميا بتشتمل على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. طبعا إن الإدارة ما هي إلا وسيلة وأداة علمية بيستطيع بها ومن خلالها أن يحقق المسؤولون الأغراض المستهدفة المحددة. يعني إيه؟ يعني الإدارة هي ليست غاية، وإنما هي وسيلة لتحقيق الهدف. إزاي إن أنا أحدد ببساطة شديدة؟ إزاي إن أنا أضع مجموعة من الأهداف، أعرف الناس بيها، أحدد طريقة تنفيذ هذه الأهداف، وأتابع تحقيق هذه الأهداف، وأراعي في تحقيق إن هو يكون بأفضل الطرق وأقل التكاليف بالكفاءة والفاعلية المطلوبة. طبعا من النقط المهمة واللي بنركز عليها تاني،
وتالت، ويعني يمكن خلال المنهج لازم هنعيدها كتير، إن ممارسة الإدارة بتستلزم القيام بعدة وظائف إدارية، منها التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة واتخاذ القرارات، ويمكن بعد كده هنتناول كل واحدة من الحاجات دي بالتفصيل. كمان إن الإدارة لا تعمل في فراغ، وإنما تسعى إلى تحقيق أهداف محددة، يعني الإدارة لازم ليها ملامح معينة، حدود معينة، خطة معينة، قراءة للمستقبل، وضع أهداف محددة أمشي عليها. ما ينفعش المدير يمشي بدون خطة، بدون وضع أهداف، بدون تحقيق، بدون تحديد وسيلة لتحقيق هذه الأهداف ويعلم بها العاملين. وما ينفعش إن هو برضو يقوم بوظيفة المدير من غير ما يتابع ويوجه هؤلاء المرؤوسين. كمان إن وجود الأهداف كموجه لنشاط الإدارة لا يعد مطلقا، وإنما محكوم بشروط ومعايير محددة أبرزها الفاعلية والكفاءة. من شوية قلنا المدير حيراعي أو حيتابع تحقيق الأهداف من خلال المرؤوسين، ولكن ممكن إن في سبيل تحقيق هذه الأهداف يبالغ المرؤوسون في استخدام الموارد في التكاليف. ومن هنا بنقول في حدود، عايز أحقق الأهداف أكيد، لكن في وجود معايير ووجود حدود معينة وهي الكفاءة والفاعلية. طيب، إن الإدارة ليست شيئا ساكن أو ثابت، بل هي عملية متحركة متجددة تتأثر وتؤثر في البيئة المحيطة. ومن النقاط المهمة جدا اللي لازم نذكرها الكفاءة والفاعلية اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. الكفاءة هي عبارة عن ايه؟ ان انت تعمل المهمة، تؤدي المهمة او تنفذ المهمة المطلوبة باقل تكلفة مع الاستخدام الامثل للموارد. اما الفاعلية فهي تنفيذ العمل بالطريقة الصحيحة كما هو مطلوب في وقته المحدد. من الخصائص المهمة للإدارة هي الاستمرارية، حيث تتدخل الإدارة بشكل مستمر ومتواصل في معالجة كافة المشاكل اللي بتواجهها المنظمة، وبيكون على عاتق الإدارة اكتشاف هذه المشكلة واتخاذ الخطوات المناسبة لحلها. كمان إن الإدارة لا تتوقف عند نقطة معينة، بل هي مستمرة طالما استمرت المنظمة. كمان بيعاد صياغتها باستمرار، يعني السياسات الإدارية بيعاد صياغتها باستمرار لتتواكب مع المتغيرات ولتحقيق الأهداف المنظمات التي قد تتغير بين الوقت والآخر. من ضمن الخصائص الانتشار الواسع، فالإدارة ليست مقصورة على نوع معين من أنواع المنظمات، بل هي موجودة في جميع أنواع المنظمات، سواء سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو حتى تجارية أو غيرها من المنظمات، بتدعم وتوجه مختلف الأنشطة نحو تحقيق الأهداف المحددة. وبالتالي فهي لا تقتصر على نوع معين زي ما قلنا من المنظمات، فجميع المنظمات تتطلب الإدارة، ويأتي دورها بالتحديد عند وجود أكثر من شخص يكون لهم هدف واحد، سواء كانت شركة أعمال صغيرة أو شركة كبيرة، فهي مطلوبة في كل مكان بغض النظر عن حجم أو نوع النشاط. التكامل، إن استخدام الجهود الجماعية لتحقيق هدف محدد هو الهدف الأساسي من الإدارة. زي ما قلنا عشان يكون في عملية إدارية لازم قائم بأعمال إدارة اللي هو المدير ومجموعة من الأفراد اللي هيساعدوه في تحقيق الهدف وهم المرؤوسين. المدير لابد أن يكون لديه القدرة على القيام بعملية التكامل بين الموارد بجميع أنواعها، سواء موارد بشرية أو موارد مادية أو آلات ومعدات. كل هذه الموارد لابد من تكاملها لتحقيق الهدف المرغوب. من الكلام يتضح أن للإدارة أهمية طبعا عظمى في جميع المنظمات، وزي ما قلنا من شوية
إن الإدارة دي هي الخط الفاصل بين النجاح وبين الفشل، فالإدارة هي مسؤولة بالدرجة الأولى عن نجاح المنظمات داخل المجتمع. يعني مين المسؤول عن نجاح المنظمات؟ هم المديرين من خلال آخرين، وإنما هم المسؤولين، هم من يتحملون كافة المسؤولية في تحقيق الأهداف. فاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية طبعا بيقع على عاتق الإدارة أو المدير. وفيما يلي بعض النقاط التي توضح أهمية الإدارة. طبعا بتعمل الإدارة على تحقيق الأهداف المنشودة من خلال إدارة عمليات الإنتاج وجمع وتنظيم الموارد المتاحة وتوجيه الجهود البشرية بكفاءة وفعالية نحو تحقيق الأهداف. ففي ظل وجود الإدارة لن يكون هناك هدر للمجهود أو للجهود وللوقت وللمال. بتعمل الإدارة من أجل الحصول على أكبر درجة ممكنة من الإنتاجية مع أقل نسبة ممكنة من التكاليف. كما تعمل الإدارة على إنشاء هيكل منظم وسليم داخل المنظمة بحيث لا يكون هناك تداخل في العمل بين الموظفين. طبعا الإدارة زي ما قلنا إن هي في مستويات إدارية، في هيكل تنظيمي، كل ده الإدارة هي. كما تكمن أهمية الإدارة في القدرة على التكيف مع المتغيرات المستجدة. طبعا إن المنظمات كأنظمة مفتوحة زي ما قلنا بتتأثر بكافة العوامل والمتغيرات اللي بتحصل في البيئة المحيطة، وبالتالي في مستجدات بتطرأ على حياة المنظمة وبتتطلب من المدير كيفية التكيف والتعامل مع هذه المستجدات. كمان المساعدة على تحقيق أهداف المنظمة، طبعا الإدارة هي المسؤولة عن تحقيق الأهداف زي ما قلنا، بحيث بيتم تنظيم وتنسيق وتوجيه الموارد بهدف تحقيق هذه الأهداف طبعا في الوقت المناسب وبأقل التكاليف. من ضمن الوظائف اللي بتقوم بيها الإدارة تأسيس منظمة سليمة. طبعا ان الاداره هي المسؤوله عن انشاء هيكل تنظيمي سليم يساعد في تحقيق اهداف المنظمه ويضمن عدم تداخل الوظائف والمهام، بيفصل بين السلطات، بيحدد الوظائف، بيحدد مهام كل موظف، بيحقق التوازن في المنظمه. والسؤال المهم في هذا المجال، هل الاداره علم ام فن؟ طبعا الإدارة علم وفن معا في نفس الوقت. علم لما تحتويه من نظريات علمية ومبادئ تطبيقية بتدرس في الكليات المتخصصة وتعتمد على الأسلوب العلمي في ممارسة وظائف الإدارة كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. طبعا انتوا عارفين ان في تخصصات وفي كليات اسمها كلية إدارة الأعمال، وفي طبعا أقسام متخصصة في الكليات المختلفة لدراسة الإدارة. طيب وبالتالي فهي علم. طب كمان هي فن، فن عن طريق اكتساب مجموعة من المهارات والخصائص اللي بتمكن صاحب هذا المكان اللي هو المدير يعني من تحقيق الهدف بتاعه. فالإدارة هي موهبة واستعداد شخصي بيولد مع الإنسان ولا يكتسب، وبالتالي نقدر نقول إن الإدارة علم وفن مع بعض. فزي ما قلنا الإدارة هي علم وفن مع بعض، لأن علم لأن القرارات بيتم اتخاذها من قبل المديرين بتكون مبنية على مجموعة من الحقائق والأسس العلمية والتفكير العلمي. كمان هي فن لأن استخدام المهارات في حل المشاكل بيحتاج إلى أسلوب معين وبيحتاج إلى قدرة معينة أو قدرة شخصية في هذا الشخص، لأن طبعا المشاكل ليست على نمط واحد، وبالتالي هي محتاجة نوع من الذكاء للتعامل مع المواقف المختلفة. وبالتالي يصعب على من يحصل على العلم فقط النجاح
في تحقيق دوره كمدير، وأيضا بيصعب على من لديه هذه القدرة أو لديه هذه الفطرة أن ينجح كمدير. ولكن المدير الناجح هو من يجمع بين الاثنين، العلم والفن.